التواصل يستمر والأشواط تتوالى والانطلاقات في استمرارية على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر في انطلاقات سن اللقاية في صباح هذا اليوم في أرضية هذه الانطلاقات تحفة الميادين الذي يحمل هذه الأسماء. انطلق الشوط 13 في أشواط صباح هذا اليوم الخاص بالإبكار، اللقاية المحليات الأصايل برفقة الأخوة المضمرين مع هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ. نسير مباشرة نبحر مع دانات الأصالة ونتقدم على المركز الأول، عليه تنافس ولكن الصميمة اللي تصدر المجموعة تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يضمرها مايد بن محمد بن حلفان المري، تقود مسار الشوط بينما تليها في المركز الثاني الشاهينية من هزن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي على المركز الثاني، لوبة تأتي في المركز الثالث تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، يضمرها راشد بن حمد بن حلفان المري على المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز الشاهينية من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الهايلة تعود ملكيته من هجن الرياسة، يضمرها أحمد بن مطار بن مايد الخيالي السادس الشاهينية من هجن العاصفة. والمركز السابع كذلك الشاهينية مع هجن العاصفة غياث الهلالي اللي يقدم هذه النوعيات الفاخرة والجميلة في هذا الانطلاق. المركز الثامن لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، هذه الحذرة يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع أفراح لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز العاشر الشاهينية من هجن ند الشبا ويقودها في التضمير اللي هو سالم سعيد. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في أثارة هذا الصباح وتحديات هذه الانطلاقات في ميدان المرموم تحفة الميادين في دبي. في تواصل رياضة الآباء والأجداد وتحركات الأصايل في بداية هذا الموسم في هذه الانطلاقات. نسير مع المركز الأول وتتقدم على المقدمة هذه الصميمة، هذه الصميمة تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، يضمرها اللي هو مايد بن محمد بن حلفان المري، يتقدم مع تضميرها ومع هذا الشعار اللي يقدم تنافسات جميلة وشيقة في تحديات هذه الانطلاقة. المركز الثاني هجن العاصفة، هجن العاصفة الشاهينية وغياث الهلال اللي يقدم هجن العاصفة على هذا الانطلاق. وصل الحمر، وصل الحمر في هذه الانطلاقات، وهجن الرياسة أحمد بن مطار بن مايد الخيل اللي يقدم هجن العاصفة والهائلة هذه، هذه الهائلة على المركز الثالث. المركز الرابع نلقى فيه لوبة، لوبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وراشد بن حمد بن علي بن حلفان المري، يتقدم في التضمير. هذه النتيجة للأربع المراكز الأولى المتقدمة والأربع المراكز الأخرى، هذه أيضا متقاربة والعشر كلها عندها طموح وأمال السبق والناموس. المركز الخامس والسادس الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة، يضمرهن غياث الهلالي. والمركز السابع خلابة لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها راشد بن سالم بن بخيت. والمركز التاسع، التاسع يا الجمري هناك اللي تدخلت، شوف 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 بن عمير، شوف بن عمير، شوف بن عمير، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تدخلت الشاهينية والسيف بن عتيجة بن عمير اللي يتقدم في هذه اللحظات. هذه الأسماء، شوف 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 ما شاء الله، الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، وطارت المهجنات، طارت المهجنات ما شاء الله، غيرت بدلت الأمور كلها، بدلت الأمور كلها الشاهينية، ولكن الشاهينية العاصفة، شاهينية العاصفة يا ما شاء الله ما شاء الله، شعون ولون، عون ولون ما شاء الله، عون ولون الشاهينية من هجن العاصفة ما شاء الله، تندفع بالمركز الأول، تنطلق بالمقدمة، غياث الهلال يقودها في التضمير.
الشاهينية في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وسيف بن عمير بو محمد كذلك متواجد، وتحركت المركز الثالث، تحركت الدرعية، هذه الدرعية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود، وهذا بن حلفان مايد، مايد بن حلفان المري في التضمير. يلا التحرك، شوف الشعارات، شوف شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد، شعار هدن العاصفة، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. يا سلام يا سلام، شوف ما شاء الله الدرعية، شوف الدرعية غيرت، بدلت، رقصت، باعدت المسافة في الأمتار الأخيرة، نزفت تهنية للمملكة في هذا الفوز وناموس. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وشكرا مايد بن حلفان المري على التضمير وهذا الأداء الجميل. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الرابع من هجن الرياسة، والمركز الخامس من هجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة في هذا المسار وهذا الانطلاق والاندفاع الجميل، والعودة إلى التوقيت الزمني في هذا الشوط المثير والجميل، ولكن في الأمتار الأخيرة الدرعية اللي قدمت الأداء الجميل والنهاية الجميلة. بنشوف توقيتها على شاشة التلفزيون، 6 دقائق 4 ثواني وثمانية أجزاء من الثانية، توقيت ممتاز ورائع للغاية. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود. شكرا مايد بن حلفان المري المركز الثاني. المركز الثاني، التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء الشاهينية 6 دقائق و8 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، شكرا سيف بن عمير كذلك على هذه المشاركات الجميلة والمنافسات. التوقيت للمركز الثالث 6 دقائق بالتأكيد هو 7 ثواني وجزء 1 من الثانية الثالثة اللي هي الشاهينية من هجن العاصفة ومع غياث الهلالي. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لشوط الختام، مدعون من الله.